بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، سنكمل معكم سلسلة محاضرات أساسيات التربة العامة لطلبة المرحلة الثانية قسم تقنيات الإنتاج النباتي في الكلية التقنية المسيب جامعة الفرات الأوسط التقنية. إعداد أستاذة المادة الدكتورة سبا إجواد عبد الكاظم. محاضرتنا لهذا اليوم هي المادة العضوية وخصوبة التربة. المادة العضوية وتشمل جميع الكائنات الحية التي تعيش بالتربة وبقاياها، وعندما تسقط المواد العضوية أو تضاف إلى التربة تحصل لها مجموعة من التغيرات نتيجة لقيام الكائنات الحية بتحليلها، سواء إلى مواد بسيطة التركيب أو مواد أخرى معقدة التركيب، وهكذا حتى يتكون بالنهاية مركبات عضوية نشطة كيميائيا ومقاومة للتحلل وتميل إلى اللون الداكن، وهو ما يطلق عليه بالدبال. إذن المادة العضوية هي جميع الكائنات الحية التي تعيش في التربة وبقاياها، سواء كانت بقايا نباتات، بقايا كائنات حية مجهرية، فهذه تسقط أو إما تسقط أو تضاف إلى التربة، يعني الإنسان هو يضيفها أو هي تسقط وتحصل إلها تغيرات. طبعا راح تتحلل بفعل كائنات حية، الكائنات الحية اللي موجودة بالتربة اللي هي تحلل أي كائن أو عضو حي تنتهي فترة حياته، راح يتفسخ ويتحلل ويرجع إلى مكوناته الأساسية اللي تكون من عندها، وتذهب هاي المكونات إلى التربة وتعيد دورة حياتها وهكذا. فراح يحصل لها مجموعة من التغيرات نتيجة لقيام الكائنات الحية بتحليلها إلى مواد بسيطة التركيب أو مواد معقدة التركيب حسب درجة التحلل وحسب المادة المتحللة، وهكذا حتى يتكون بالنهاية مركبات عضوية تكون نشطة كيميائيا. يعني هاي المركبات المواد العضوية تكون نشطة كيميائيا مقاومة للتحلل، وفي بعض الأحيان تميل إلى اللون الداكن وهو ما يطلق عليه بالدبال. تعريف الدبال هو عبارة عن مزيج من المواد العضوية بطيئة التحلل تميل إلى اللون الداكن، يتميز بمساحة سطحية كبيرة جدا أكبر من المساحة السطحية لمعادن الطين، وله سعة تبادلية كتيونية مرتفعة. هذا تعريف الدبال وهو مهم جدا. يقسم الدبال في التربة إلى ثلاثة أقسام: حامض الهيومك، يعني يقسم إلى حامض الهيومك قسم منه، أو حامض الفولفيك أو مادة الهيومين، ويختلف محتوى التربة من المادة العضوية حسب مناطق وطريقة الزراعة والخدمة. طبعا كمية المادة العضوية ومحتوى التربة من المادة العضوية يختلف من مكان إلى آخر، حسب المنطقة، حسب طريقة الزراعة، حسب الخدمة. وتحتوي الطبقة السطحية في معظم الترب الزراعية على مواد عضوية تتراوح بين 0.5 إلى 5%. يعني التربة السطحية دائما وين نضيف المادة العضوية؟ نضيفها على الطبقة السطحية من التربة الزراعية اللي تتراوح بين من 0.5 إلى 5%. وعلى الرغم من قلة هذه النسبة، شوفونها يعني هي نسبة قليلة، إلا أن المادة العضوية لها دور كبير ومهم في خواص التربة الفيزيائية والكيميائية، وبالتالي تأثر على خصوبة التربة. يعني شوف حتى هاي النسبة تشوفها قليلة، لكن هي فعالة جدا في خواص التربة الفيزيائية والكيمياء، تحسن من خواص التربة الفيزيائية اللي هي ذكرناها: النسجة، الكثافة الظاهرية، الحقيقية، المسامية إلى آخره، والكيميائية اللي هي الطين، المادة العضوية، ملوحة التربة إلى آخره، CEC، التبادل الأيوني. وهذا كله يأثر بالنهاية على خصوبة التربة، وهو هذا المطلب النهائي. فخصوبة التربة، معنى خصوبة التربة، يعتمد إنتاج المحاصيل ونمو النباتات في التربة على ما تحويه من العناصر الغذائية الضرورية ومدى تيسرها للنبات، وهذا يعتمد على خصوبة التربة. فماذا يقصد بخصوبة التربة بمصطلح بسيط؟ هو قدرة التربة على أمداد النبات بالعناصر الغذائية بالكميات والصور الملائمة للنمو. يعني من نقول هاي التربة خصبة، فماذا يعني؟
بخصوبة التربة، إنه هي هاي التربة قادرة على أن تمد النبات بالعناصر الغذائية بالكميات والصور الملائمة للنمو. وهذا يعني أنه لكي تكون التربة الزراعية خصبة فلا بد من أن تكون ذات محتوى عالي، أكيد لازم يكون بها محتوى عالي من العناصر الغذائية، مو بس محتوى عالي، لازم تكون هاي العناصر الغذائية صيغتها غير مثبتة وإنما صيغة صالحة للامتصاص والنمو للنبات، مما ينعكس إيجابيا على نمو المحاصيل والإنتاجية، فتنعكس إيجابيا على نمو المحصول وبالتالي إنتاجيته. وتكرار الزراعة للتربة يؤدي إلى استنفاد معظم العناصر الغذائية بواسطة النبات، وتصبح التربة فقيرة بالعناصر الغذائية مما ينعكس سلبيا على الإنتاج. إذا تكرار الزراعة في نفس المنطقة الزراعية سنة بعد سنة راح تستنفذ هذه العناصر الغذائية وتصبح فقيرة بالعناصر الغذائية، لذلك تحتاج إلى التسميد من فترة إلى أخرى لتعويض ما فقد من العناصر الغذائية. وتختلف خصوبة التربة عن الإنتاجية، حيث أن الإنتاج يتوقف على عوامل كثيرة أحدها خصوبة التربة. يعني أكو فرق بين الخصوبة والإنتاجية. الخصوبة هي يعني تعتمد على نوع التربة وكمية العناصر الغذائية الموجودة في هذه التربة. الإنتاجية هي مدى قابلية هذه التربة على إعطاء حاصل ذو إنتاجية عالية وجيدة. إذن إنتاجية تعتمد على الخصوبة. والعوامل المؤثرة على خصوبة التربة هي أولاً درجة حموضة التربة، اثنين قوام التربة أي نسجة التربة ومعادن الطين، ثلاثة محتوى التربة من المادة العضوية ومحتوى التربة من الأملاح الذائبة ومحتوى التربة من الكربونات. هذه كلها هي العوامل اللي تأثر على خصوبة التربة. يعني درجة حموضة التربة ذكرنا انه البي اتش المتعادل من 6 الى 7 هو افضل بي اتش لغرض يصبح ملائم لنمو جميع انواع النباتات، واللي تكون بي التربة اكثر خصوبة. النسجة كلما كانت النسجة متوازنة بالمكونات رملية طينية غريانية، ومعادن الطين كلما زادت معادن الطين الثلاثية السطوح أيضا تزيد خصوبة التربة. محتوى التربة من المادة العضوية أكيد كلما زادت محتوى التربة من المادة العضوية تزيد خصوبة التربة. الأملاح الذائبة وكميتها أيضا تأثر على خصوبة التربة، والكربونات أيضا تأثر على خصوبة التربة. الأسمدة والتسميد، الأسمدة والتسميد لها علاقة بخصوبة التربة. بعد تقييم درجة خصوبة التربة أو وفي حالة الحاجة، يعني نقيم درجة الخصوبة نحكم عليها أنه هاي بحاجة أو غير بحاجة للأسمدة، يعني تكون نحكم عليها أنه هذا تحتاج أسمدة أو لا تحتاج، لابد من استخدام الأسمدة لسد النقص الحاصل للعناصر. والسماد بصورة عامة يعني هي جميع المواد التي تضاف إلى التربة لغرض أنه توفر العناصر الغذائية ضرورية للنبات. غالبا ما تستخدم للتعبير عن الأسمدة الكيميائية، يعني دائما نحن نطلق كلمة سماد على الأسمدة الكيميائية اللي هي موجودة بالمكاتب الزراعية التي تحتوي على العناصر الغذائية على هيئة مركبات يسهل على النبات استخلاصها والاستفادة منها. ولهذا فقسمت الأسمدة إلى ثلاث أنواع رئيسية. أقسام الأسمدة الرئيسية هي، يعني إحنا نطلق كلمة سماد على الأسمدة الكيميائية لكن هي مو فقط الأسمدة الكيميائية، الأسمدة بها ثلاث أنواع رئيسية، هي الأسمدة المعدنية والأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية. فأول نوع الأسمدة المعدنية هي جميع المواد الكيميائية، من اسم المعدنية تحتوي على معادن والمعادن هي مواد كيميائية، إذن هي جميع المواد الكيميائية التي تضاف إلى التربة لسد النقص الحاصل في العناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات. وتقسم إلى ثلاث أنواع، الأسمدة المعدنية بها ثلاث أنواع، أسمدة مركبة وأسمدة بسيطة وأسمدة دقيقة. البسيطة، أسمدة البسيطة تعريفها هي جميع الأسمدة التي تستخدم لسد النقص في عنصر واحد فقط، مثلا أكو نقص فسفور نضيف فقط فسفور، أكو نقص نيتروجين نضيف فقط نيتروجين.
فعنصر واحد فقط من العناصر الغذائية الضرورية لنمو النبات، ومن أشهرها الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، فتكون بسيطة تقتصر على عنصر واحد فقط. الأسمدة المركبة وهي الأسمدة التي تحتوي على أكثر من عنصر، من اسمها مركبة إذا تتركب من أكثر من عنصر، مثل فوسفات أحادي الأمونيوم اللي احنا نسميه داب، داي أمونيوم فوسفيت الداب، وفوسفات ثنائي الأمونيوم اللي يسمى الماب اللي هو مونو أمونيوم فوسفيت، الفوسفات الأحادي الأمونيوم، ونترات البوتاسيوم، والأسمدة المخلوطة اللي هاي شائعة بالمكاتب الزراعية اللي مذكور بالليبل مالتها الـ NPK. الأسمدة الدقيقة وهي الأسمدة الحاوية على العناصر الدقيقة، يعني العناصر الدقيقة يعني العناصر الصغرى اللي هي المنغنيز والحديد والزنك، وعادة أكثر العناصر نقص في التربة هي المنغنيز والحديد والزنك، هذا في تربنا العراقية لأنها ترب قاعدية فيها نقص في العناصر الصغرى اللي هي المنغنيز والحديد والزنك، وتضاف هذه العناصر أما مخلوطة مع أسمدة أخرى أو على صورة مركبات مخلبية ترش على النباتات. يعني هذه العناصر لأنها صغرى فتحتاجها النبات بكميات صغيرة جدا، فإما تخلط مع أسمدة بكميات قليلة أو برش، يعني تذاب كمية من عنصر الحديد يذاب بالماء ويرش على المجموع الخضري للنبات. النوع الثاني من الأسمدة هي الأسمدة العضوية. الأسمدة العضوية يقصد بها كافة المواد التي تضاف للتربة وتحتوي على مركبات من أصل حيواني أو نباتي، ولها أهمية وفوائد كثيرة في تحسين التربة بالإضافة إلى تعويض ما فقد من التربة من مواد. وأهم هاي الأسمدة العضوية ما يلي: الأسمدة العضوية يعني بقايا الكائنات اللي هي من أصل نباتي أو حيواني، سواء كانت نباتات منتهية أو كائنات حية. أمثلتها السماد الحيواني، يعني فضلات وبقايا الأسمدة الحيوانية، دم وفضلات المجازر والمسالخ أيضا تعتبر مادة عضوية، بقايا ومخلفات المطاحن، الحنطة والشعير إلى آخره، والذرة، بقايا المحاصيل النباتية اللي تبقى بالتربة، يعني بعد الحصاد تبقى بقايا النباتات، هاي أيضا تقلب مع التربة وتستخدم كسماد عضوي. الأسمدة الخضراء اللي هي نفس المحصول وهو أخضر يقلب مع التربة، والأسمدة القمامة والمجاري أيضا هذه تعتبر مادة عضوية. الأسمدة الحيوية نوع ثالث، ويقصد بها الإضافات للتربة ذات الأصل الحيوي، يعني حي، يعني مادة حية وتبقى حية، كائن حي ويبقى حي، تمد النبات النامي باحتياجاته الغذائية، أي استخدام الكائنات الحية لتوفير العناصر. وتعتبر الأسمدة الحيوية مصادر غذائية للنبات رخيصة الثمن جدا إذا ما قورنت بالأسمدة المعدنية. ويتم إنتاجها، كيف يتم إنتاج الأسمدة الحيوية؟ بإكثار الميكروب المطلوب انكثر على وسط أو عائل، ثم ينقل النمو هذا اللي يتكثر إلى حامل مناسب واستخدامه كلقاح يأما للبذور أو التربة. من أمثلة الأسمدة الحيوية هي لقاحات الرايزوبيا للبقوليات، هاي العقد الرايزوبية بالبقوليات، لقاحات الأزوتوباكتر المحتوي على بكتيريا الأزوتوباكتر، الطحالب الخضراء المزرقة، فطريات المايكورايزة، وهذه تثبت يعني وظيفتها أنه تثبت الفسفور في التربة، وتكلمنا أنه الفسفور هو موجود لكنه يكون بصيغة غير ميسرة للنبات، المايكورايزة تجعل الفسفور بالصيغة الميسرة للنبات. فهذه هي أشكال وأمثلة الأسمدة الحيوية. تقسم الأحياء في التربة بصورة عامة تقسم الأحياء في التربة، إما تكون أحياء مجهرية أو أحياء غير مجهرية. الأحياء المجهرية هي الفطريات، فطريات بكتيريا، فيروسات، بروتوزوا إلى آخره. أحياء الغير مجهرية وتشمل دودة الأرض اللي هي تراب العين المجردة، الديدان الثعبانية، الحشرات، العناكب الصغيرة. وصفة خصوبة التربة تعزى إلى الكائنات الحية وبالذات المجهرية، يعني الكائنات المجهرية لها فعالية أكثر وأكتف أكثر من الكائنات الغير المجهرية، ف
فبمجرد بداية نشاط الكائنات الحية المجهرية راح تظهر علامات الخصوبة للتربة. مجرد ما أنت تضيفها أو تلقح بها التربة مثلا، هي كائنات حية راح تبدي بالتكاثر وتنتشر على العائل النباتي وتأخذ، يعني هي يعني تكافلية المعيشة، تفيد وتستفيد، تأخذ ما تحتاجه من النبات من عناصر، وتمد النبات أيضا بما يحتاجه من عناصر. وهذه يعني هسه أصبحت من طرق التسميد المهمة في التنمية الزراعية المستدامة، واللي تأثر وتحافظ على البيئة من التلوث، لأنها كائنات حية طبيعية موجودة في الطبيعة، فتحافظ على البيئة من التلوث وتقلل من التلوث اللي حاصل من كثرة استخدام الأسمدة الكيميائية وتراكمها. وأصبحت حتى المنتجات الزراعية أصبحت فيها تراكم من المواد الكيميائية، فلذلك التجأ المزارعين والزراعة بصورة عامة، الزراعة الحديثة التجأت إلى استخدام الأسمدة الحيوية والعضوية لغرض تقليل التلوث. أعزائي الطلبة، إلى هنا نأتي إلى نهاية سلسلة محاضرات أساسيات التربة العامة، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.